إذا راح لجماعة الضريبة وخليته عبرة لمن يعتبر، كيف لو راح للشرطة؟ أشرب من دمه، أنا معارفي فوق ما بتتصور. طبعاً طبعاً، اسمح لي يا كبير، أنا لازم أمشي. أنت خفت يا عسل؟ لا لا يا كبير، ليش أخاف؟ أنا مش عامل ولا إشي غلط، ليش أخاف؟ هيك بدي إياك يا حلو يا عسل أنت. اسمح لي يا باشا، مع السلامة. هذا طلع اللي ببالي صح، غير اقطعك وارميك للكلاب المسورة يا كلب. مساء الخير. هلا هلا بسيور، تفضل. خير يا حسن، شو في؟ تلفونك اقلقني. عماد، عماد شكله شاكك انه على علاقة فيكم. شو هالحكي؟ زي ما بحكي لك مربح، يعني هذا اللي انا حسيته لهالسبب قلت يعني احطكم في الصورة وشوف شو وجهة نظركم مثلا. طيب احكي لي شو حكى لك بالحق وما تخبي عني ولا اشي يا حسن. ماشي يا سيدي. ها شو رأيكم بالفكرة؟ فكرة رائعة يا دكتور، واعتبريني من هاي اللحظة معك. خلص. وأنا كمان، أنا موافقة، إحنا عنا وقت فراغ كتير، ليش ما نستغل ونعمل إشي مفيد الناس؟ أنا أول ما حكت لي فرح عن الموضوع كتير تشجعت. على فكرة في كتير من المثقفين بيديروا هيك جمعيات وهم أكتر الناس ناجحين بهاي الشغلة، وهذا إشي كتير مهم للمجتمع. طبعاً العمل الإنساني التطوعي هو من أهم الأعمال اللي بتحقق فيها الذات وبتسعد الآخر. طيب خلوني أنظر، أكدت التجارب العلمية صحة هذا الموضوع، وبالتالي هذا دورنا إحنا كمثقفين وواجب وطني وديني وأخلاقي اتجاه المجتمع والناس. حلو التنظير؟ مدام الفكرة عجبتكم خلص من بكرة رح أشتغل عليها أنا وزملائي بالكلية. هذا إذا مضل نحكي كمان ساعة بالموضوع بنطلع من هون نفتتح الجمعية على طول. طب يلا على الافتتاح. حسب الكلام اللي بتحكي لي إياه مش بضرورة يكون عماد بشك بأي شيء، بس إحنا تحسباً لأي طارئ رح نشدد المراقبة عليه. منير بيك، أنا اللي بهمني شغلة واحدة، هالملعون هذا ما ينفذ بريشة وبس. طمن، يلا خلينا نمشي وأنا رح أمشي أول شيء بلاش حدا يشوفك. بعد أنا بستنى. خليه ويطلع برا. صار يا كبير. الحساب مدفوع. يلا باي. شكراً يا حساب. الو انتوا وين شباب؟ انا منير بيك، هيني قدام بيت عماد. سيدي صار له ساعتين ما طلع من البيت. لا سيدي السياره لسه ما تحركت من مكانها. حاضر سيدي، حاضر. اوكي. بعدك مصر ما تحكي يا تافه؟ سبق وحذرتك انه اللي بده يلعب مع عماد وفيد لسه امه ما ولدته، وحذرتك كمان انك ما تلعب بالنار. على سيرة النار، أنا لأني بحبك جبت لك سيجار من النوع الفاخر جدا، بس لأني بحبك.
من امتى ولك بتخوني؟ من امتى بتخوني؟ شو اللي حكيته للشرطة بالضبط؟ احكي ولك احكي. الله، ما اجمل ريحة الشواء. ريحة اللحم المشوي بتجنن، بس ريحتك زنخة يا زنخ. الو، اسمعني يا شكري منيح. تيجي بسيارتك على المستودع، صف سيارتك بعيد، ما بدي حدا يكون مراقبك. بدنا نطلع على العقبة مشان نخلص الصفقة هناك مع زلمتنا. أنا اتصلت مع غسان زاهر، اتصلت معه من ساعتين، هلا بكون بطريقه للعقبة. وبعدين يا شكري، كل إشي بدي أشرح لك إياه على التليفون. خلص، قدامنا 4 ساعات بنحكي في الموضوع، لا تتأخر علي. اسمع بس، توصل رن علي مشان أعرف إنك وصلت، تتأخرش علي، فاهم؟ يلا مع السلامة، الله معك. على فكرة أنت بتكحكح زي أنا عمري ما دخن، بس مشانك، مشان المناسبة السعيدة الحلوة. احكي لي، بدك تحكي ولا أخليهم يدفنوك أنت حي؟ ريح حالك، مش راح أحكي يا صغير. راحتك. شميت ريحتك؟ عغير عغير. ضليتك تقول لي يا كبير ويا كبير، فكرك هاي الدهلة لازم تمشي علي، تمشي مع واحد ثاني. شايف اللعب مع الكبار شو بيعمل؟ قصدك مع الصغار شو بيعمل؟ انت واحد صغير. ماشي ماشي يا حسن. ايوه يا شكري، وينك وصلت؟ طيب استناني برا، هيني طالع لك. اوكي شباب، اعترف او ما اعترف، اعملوا اللي فهمتكم عليه. اوكي حاضر عماد بيك، ما يكون لك اي فكر. حبيبي حسون، يا حلو يا عسل. بدنا نطلع على البيت بالأول. شو الحكي اللي بتحكيه يا عماد؟ كيف بدك تروح على البيت والبيت مراقب؟ وأنا كيف طلعت من هناك وهم بيراقبوا فيي؟ بتنزلني على الشارع الخلفي وبفوت من الباب الثاني. يلا يا شكري، معناش وقت. طيب ممكن تفهمني زلمتنا ليش طلع على العقبة؟ أنا اللي طلبت منه يطلع على العقبة مشان نخلص الصفقة هناك بعيد عن عيون الشرطة. يا عماد، إحنا هيك انكشفنا بعد ما حسن طلع متعاون معاهم. أكيد حسن حكى لهم عن كل شيء، ومش بعيد يكون أعطاهم دليل ضدنا. يعني أنت أشطر من مين؟ أنا اللي رتبت كل الأمور مع زلمتنا الكبير. بعدين يا أبو الشكر يا حبيبي، كلها شهر شهرين بغيبهم عن البلد، لبين ما تهدى الأمور. شو يا عماد؟ بدك تهرب وتتركني؟ أنت ناسي إنها رجلي معك بالفلقة؟ شهادة حسن بكرة بتدمرني، بتوقعني وبتوديني على السجن. حسن تعيش أنت، الله يرحمه. شو يعني؟ وانا الله لا يردني؟ اهدى يا شكري، اهدى اهدى، انا ما فهمك كل شيء بالطريق. اهدى يا حبيبي، انت ليش معصب؟ بعدين ما تخاف، زلمتنا الكبير بظهرنا حبيبي،
وزلمتك هذا وين كان مشروع الصرف الصحي اللي خسرت فيه أكثر من مليون دينار؟ لا إله إلا الله، ما قدر يتدخل لأنه حضرة النائب اللي اسمه مهند حط رجليه بالحيط وما رجع عن موقفه. يلا يا شكري، ما معناش وقت، بالطريق بشرح لك كل شيء. وين صفيت السيارة؟ هي هناك. امشي امشي. حسن ما برد على التلفون سيدي. والجماعة واقفين قدام البيت؟ لهلا ما طلع عماد من البيت؟ نعم سيدي. حسن ما برد على التلفون. امبارح بالليل حكيت لي انه بشك انه عماد يمكن انه بعرف انه مراقبينه. شو قصدك سيدي؟ جهز قوة بسرعة، قبل ما احكي مع المدعي العام باستصدار تصريح لتفتيش بيت عماد وشركته ومستودعاته. يلا بسرعة. حاضر سيدي. عطيني سلطان بيك. إن شاء الله ألف مبروك يا غسان بيك. الله يبارك فيك يا أستاذ عماد. تفضل. شكرا. جهز نفسك، الباخر راح تطلع بعد الظهر، أول ما توصل مصر بتطمني. حسين بيك، هذا المعروف ما راح أنسالك إياه طول عمري. دير بالك على حالك، الشاليه تحت أمرك، المكان كله تحت أمرك. شكرا لك، شكرا كثير. العفو يا مات. آخ يا شكري. أنا طالع للقاعدة الجوية، أمن حسن والحقني بسرعة يا منير. جماعتنا هناك صاروا جاهزين، يلا بسرعة. شكري، مثل ما فهمتك، أول ما يوصل الرجل بتبلغني وبتبلغني عن موعد الرحلة. ليش أنت وين رايح؟ أنا بدي أوصل البنك، ما راح أطول، بس ما تنسى اتصل فيي على الرقم الجديد. هذا السيارة برا؟ السيارة واقفة برا والمفاتيح فيها. ماشي ماشي. مش اللي ورطنا هالورطة مع عماد ومش عارف يعني وين بدها تكون راحت؟ في حدا بطلع يوم الجمعة؟ يمكن تكون راحت هيك ولا ها. شو صار معك؟ للأسف ما لقيتها حتى عند صاحبة فرح. احنا قلنا ممكن تكون عند فرح لأنها ما عم بترد على التليفون. طيب انتي احكي معها مرة ثانية، جربي بك ردت. المصيبة تليفونها مسكر، أكيد البطارية بتكون فاضية. ليلى عمرها ما سكرت تليفونها من قبل. طب ما حكت لك وين رايحة؟ حكت رايحة مشوار صغير وراجعة، بس حتى ما قبلت تصحيك من النوم. طب وبعدين؟ وبعدين؟
خير؟ في إشي؟ في إشي؟ أنا اللي مفروض أسألك، أنت وين كنتي؟ ليش مسكرة تليفونك؟ يمكن تكون خالصة البطارية، بعدين شو مالكم مستنفرين هي؟ ليلى، وين كنتي؟ بصراحة، يعني أول ما حسيت بالأعراض رحت لعند الدكتورة في بيتها. دكتورة؟ دكتورة شو؟ دكتورة النسائية. يعني أنتي بشر يا ليلى. ما تحكي، ليش ساكتة؟ أنا حامل. ألف مبروك. الله يبارك فيك. ألف مبروك يا بابا. يبارك فيك يا ابني. ألف مبروك يا ليلى. مبروك علينا كلنا. أنا هلأ بس ارتحت، ما تتخيلي قدي هذا الموضوع كان قليل. بعرف يا ليلى، بعرف. هسا وقتك أنت يا ابني، خذ أختك وطلعوا فوق، بدي أحكي مع مرتك بنتي. أنت بتطردنا عينك عينك يا بابا؟ وإذا قلنا لك يا سعادة النائب إنه إحنا مش متزحزحين ولا سنتي من هون. والله براحتكم، خليكم. تعال يا ليلى، بدي اياك في موضوع مهم على الانفراد، بدي اناقش معك موازنة هذا الأهم. تعالي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. وقف وقف وقف. اسماعيل بيك، اسماعيل بيك. عماد وفيق يستقل سيارة مرسيدس على الصيد الشمال. جمال 26 غيث بحاجة لمجموعات ثغر ثلاثة جلال، بحاجة لمجموعات ثغر ثلاثة جلال،
الآن تم القبض على المعني، تم القبض على المعني وهو الآن بحالة إصابة بحاجة مستعجلة لمجموعات ثغر ثلاثي جلال. هل استلمته؟ جمال 26 غيث استلم جيد مستعجل. جاهزين، تفضل. يسلم ايديك يا استاذ. اعضاء مجلس الاداره وصلوا؟ لسه ضايل ساعه الاجتماع يا استاذ. طيب بتبلغهم انه الاستاذ ماجد الحوت ما راح يقدر يحضر الاجتماع اليوم. انا راح اكون في رئاسه الاجتماع بصفتي نائبه، واول ما يوصلوا بتيجي بتحكي لي. حاضر يا استاذ. ماهر. ايوه يا استاذ سمير. السلفه اللي طلبتها مشان الزواج انا وقعت عليها ومن صندوق القرض الحسن. ان شاء الله تسلم يا استاذ. والأستاذ ماجد الحوت ترك لك شك هدية زواجك، راجع المحاسبة. هيك كتير يا أستاذ، أنت غرقتوني بجمايلكم. لا يا ماهر، لا تحكي هيك، بزعل منك. بعدين هاي سنة متبعة عنا بالشركة أقرها الأستاذ ماجد الحوت. إن شاء الله ألف مبروك. الو. اهلا اهلا. انا خالد جلال. نعم. ايه بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. متى؟ شكرا 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 جزيلا، الله معك. الو بابا، كيفك يا بابا؟ الله يخليكي. اسمعي، انا بدي ابشرك اول وحده بشاره حلوه. شو بنت حامل؟ لا لا يا بنت، وطي صوتك. شو حامل هاي؟ عندي تكريم يوم الخميس الجاي من وزاره الثقافه. الله يبارك فيك يا بابا.
كبير، ما قلت ليش انت باي صف صرت؟ ثالث. شرفك. ثالث؟ الزلمة لسه قبل 54 كنت صغير هالقدي، صلاة النبي عليك، كبرت مرة واحدة. طب اسمع، انت كنت صغير بس هلا انت واحد كبير كبير وراح تكبر اكثر واكثر. طب شو حافظ اغاني؟ اي شيء. بدنا اغنية جادة. طب اذا غنيت ترد علي؟ اركب الحنتورز والحنتر، اركب الحنتورز والحنتر، درجن 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 درجن. بابا عزت، الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا حسن. الله يسلمك. ألف الحمد لله على السلامة. وعدتك ووفيت وبعد يا ابن صبر. صدقني كان كل همي أرمي هالكلب بالسجن. الحمد لله كل شيء. الحمد لله رب العالمين. ما قصرت. إيش يا كبير؟ هاي بابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ارحمنا يا ارحم الراحمين. تقبل الله منا ومنك صالح الاعمال. شو شايف بعيونك فرحه؟ كل الخير يا صالح. اجت موافقه وزاره الاوقاف على الحج. صحيح يا رحمه. هلا اتصلوا وبلغوني. الحمد لله الحمد لله يا رب. شايف كرم ربنا بعد ما أهدانا يا صالح؟ حتى رزقنا زاد. واليوم أبو سمير الله يكتر خيره ساعدنا وخلانا نبدأ من جديد وبالحلال. بكفي الراحة النفسية اللي احنا فيها. في أحلى من هيك؟ أكيد لا. هاي نعمة ما بحس فيها. الحمد لله يا رب على كل شيء. ها شو الاخبار يا مهندس محمود؟ سادني سنه اولى ثانوي بدل على كلمه مهندس يا حضره المهندس. لو انا عميد كليه الهندسه كان بمنحك اللقب، بعطيك هويه النقابه كمان. الله يجبر بخاطرك. حتى الدكتور سليم متحمس لك كثير وحابك تصير احسن مهندس. ايوه في مثله في الدنيا ولا الدكتوره فرح؟ هدول ناس مش عاديين. الحمد لله رجعنا من جديد، التمينا وصرعوا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. هلا قولي يا ابو سامي شو ناوي؟ ليش اختي ناوي؟ طبعا بدور على شغل من بكره الصبح ان شاء الله. يعني بكفي اللي تحملته انت وميادة مصاريف البيت ومسؤولية البيت، يعني طول هالمدة وانا مسجون. كتر خيركم. وانت مين قالك اذا انه انت لقيت شغل انا وإناس رح نترك الشغل؟ احنا تعودنا على الشغل. انتو لازم ترتاحوا وصار دوري انا اتحمل مسؤولية البيت. هو احنا بدنا نرجع نحكي بنفس القصة القديمة؟ العمل عبادة، القصة مش قصة فلوس. وبعدين انا ما حسيت بقيمتي بالمجتمع الا لما طلعت واشتغلت. شو رأيك؟ شو بدك تحكي هلأ؟ خلص يا اختي زي ما بدك، مدام هذا العمل محترم وضمن الأصول وزي ما بتحكي
بيعطيكي قيمة بين الناس أنا ما عندي مانع. وحضرتك يا سيد سامي شو رأيك؟ خليني أفكر بالموضوع. حبيبي أي مجنون بترك هاي النعمة تروح من إيده، أي مجنون في الدنيا. الحمد لله يا رب، الحمد لله. بصراحة أنا كنت حابب نترك الفيلا هون حتى ليلى بوابا هيك ياخدوا راحتهم مع بعض، بس مين اللي مش موافق؟ ليلى مش موافقة بالمرة، بدها إيانا نضل مع بعض. أنا مثل هالإنسانة ما شفت بحياتي، محبتها لعمي وقلنا كلنا محبة مش طبيعية بزمن فيه الأخ بيستغنى عن أخوه والابن عن أبوه، فعلا إنسانة مش عادية. ليلى يا هي إنسانة عادية، اللي مش عاديين اللي بيعملوا عكسه، ولا إحنا خلص صرنا بزمن نشوف الصح غلط والغلط صح؟ ليش في حدا بهالأيام بيحافظ على لمة العيلة غير ليلى؟ إيه خلاص عاد ما نحنا شايفين وعارفين. الأغرب من هيك إنه ليلى ببساطتها عملت كل إشي من غير ما نعرف، هي اللي فكرت لبابا بالنيابة وهيو صار وزير من وقفتها لجنبه، وقفت معنا وراعتنا وكأنها من ضمن مسؤولياتها. ما بدي أكبرها وأقول إنها مثل أمنا. لسه اللي عملته معنا ولا إشي جنب اللي عملته مع ليث وهيا، خاصة ليث عملت منه إنسان تاني. وبدك عمي ما يحبها كل هالحب؟ ليش يعني هي أصلا من وين جابت كل هالحب؟ مش من حبه لإلها؟ بشوفك كثير مشجع لعزت. كثير كثير، لأنه تابو صار إنسان منيح، يعني المفروض نساعده ونوقف جنبه. مزبوط. خلص شوفي لي إيناس ولا أحكي لك، إيناس تشتغل عندي بالمؤسسة، أنا بشوفها اليوم. بخليها تحكي مع أخوها بتقدم بطلب للشركة، وما أتوقع معالي أبو ليث يحكي لي لا. أكيد ما رح يحكي لا، لأنه بحب يعمل الخير. على سيرة عمل الخير، شو بالنسبة للعمل الخيري؟ كل شيء تمام، والأوبريت صار جاهز. على بركة الله. استنى استنى شوي. اوكي دخيله انا. بدك شي حياتي؟ سلامتك حبيبي، يلا باي باي. مساحة عيني حين يضيق بي الكون كل المدى، ولمسة كفيك بعد فطام زهور حليب الندى. أحبك، أحبك للمرة الألف ألفظها يا حبيبي، فما كذب القلب يوما عليك ولا شهد الزور ثغر الصدى. أحبك، أحبك للمرة الألف ألفظها يا حبيبي، خذني إليك وإلا فدونك يحلو. بوسعتي أن تجعل الشمس تشرق غربا وتغرب شرقا، بوسعك أن توقف الأرض بين يديك عن الدوران، وأن تجمع البر والبحر والجو يوما بنفس المكان. بوسعك ما شئت أن تفعله، إنما ليس بوسعك أن تتفادي
قبل سنين التقينا هون وتمنينا، بس يا خسارة فرح مش معنا. خسارة كان يوم بجنن لأني طلعت جنونياتي عليكم. بس تعرفوا عن جد كان أحلى يوم. بس أنا حزينة عليك إيناس. بالعكس أنا مش حزينة على إيناس، لأنه إيناس عرفت طريقها. بتعرفوا ما في إنسان فينا ما بتمر عليه أيام صعبة وقاسية ومريرة. كل إنسان المفروض يتعلم من التجربة، لأنه المفروض يتعلم لما يوقع بهاي التجارب يعرف كيف يقدر يقوم. طيب أنا عندي اقتراح. يا ساتر من اقتراحاتك. اسمعوني بالأول. طب تفضلي يا ست ليلى. طيب شو رأيكم ننشر إعلان ونعرف البنات المو متجوزين بهذا المكان؟ أبكرة بتشوفوا هالمكان مليان بالصبايا. أيها الرجال، شو يا فيلسوفة؟ أقماركم أقماركم. أي أقمار؟ النساء، نحن أقمار الرجال ويفتقدوننا في الليالي الحالكات. صح، وبدون القمر ما بيقدروا يمشوا بالليالي المظلمة، وبدوننا لا يستمتعون بجمال الحياة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في نسائكم فإنكم أخذتموهم بأمانة الله. وكما قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان. وقد وصف النساء بالقوارير وقال: رفقا بالقوارير. طيب ليش بعض الرجال بيعاملوا النساء بهي القسوة؟ لأنه بعضهم مش فاهمين المرأة صح، ولا فاهمين تعاليم دينهم صح. بس هي مصيبة أكبر، لازم يفهمون عشان نرتاح. يا رجال العالم، رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير، رفقا بنا. امشي الطريق.